انتصار لاستقلال اسكتلندا على المملكة العظمى سيجبر رئيس الوزراء الانجليزي دافيد كاميرون على انتهاج سياسة التوازن، خاصة بعد استقالة رئيس وزراء حكومة الحكم الذاتي أليكس سالموند الجمعة. سالموند اتهم كاميرون بعدم توضيح سياسته المستقبلية في التعامل مع مطالب اسكتلندا فيما يتعلق بمنحها أكثر استقلالية، مستشهدا بالرزنامة المتضاربة. أعتقد أنه حان الوقت لأن يستفيد الحزب والبرلمان والبلاد من قيادة جديدة. بالنسبة لي كزعيم وقتي قد انتهى تقريبا، لكن اسكتلندا لا تزال قائمة والحلم مستمر. رئيس الوزراء السابق جوردون براون الذي اقترح خريطة الطريق لمنح صلاحيات أكثر لحكومة اسكتلندا كان من المقرر مناقشتها في كانون ثاني المقبل، غير أن كاميرون وفي اتصال هاتفي مع أليكس سالموند أكد أنه لا جدوى من عرضها على البرلمان الإنجليزي. لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء اليوم، ورغم أنه كرر عزمه على المضي قدما على النحو الذي تحدث عنه، إلا أنه لن يلتزم بالتصويت على مشروع قانون اسكتلندا بحلول 27 آذار المقبل. كان ذلك وعدا واضحا أعلنه جولدن براون خلال الحملة الانتخابية، ويقول رئيس الوزراء أن مثل هذا التصويت لن يكون له معنى. أظن أنه لا يمكن ضمان دعم حزبه. الضمانات المقدمة للبرلمان الاسكتلندي قد تتغير بحلول الموعد الانتخابي التشريعي الإنجليزي المقرر في مايو المقبل.